تشكل عدادات الدفع المسبق لركن المركبات على جانب الشوارع الرئيسية مشكلة حقيقية لسكان ومرتادي مدينة رام الله، لا سيما في ظل الحديث عن وجود أعطال شبه دائمة في العديد من هذه الماكينات، إضافة إلى التشكيك في قانونية تركيب هذه الآلات على جانبي الشارع وتقاضي رسوم ومخالفات بشكل غير قانوني كما يقول بعض المواطنين. يعني أستاذ، شو رأيك كمواطن في خدمة عدادات الدفع المسبق لركن المركبات؟ هي الخدمة تنظيم للبلد، بس في مشاكل إدارية وفنية في الشركات اللي بتتعامل مع العدادات والماخذة ضمان العدادات. يعني فيش معاملة إنسانية، فيش أي مراعاة لظروف المواطن. أول إشي في بدنا نشوف قانون البلديات، هل هي بخولها انها تأجر مساحة من الارض او من الشوارع، او في غياب للتشريع كمان. يعني ما يعني كل شيء في غياب فيه. والله انا شايف انه اشي مش منطقي بالنسبة لموضوع انه يعني انا بدي اجي اصوف سيارتي وادفع مصاري عليها، لاني انا بدي اصوف في البلد اللي انا اللي هي حاويتني، فمش شايف فيها اي منطق لاني ادفع. وبعدين لما يجي يكلفشوك فيش اي رحمه انه يعني تاخرت دقيقه دقيقتين او اي شيء، ما بيستوعب الكلفشك انه يعني بيقول لك يعني بعطيك مجال حتى، فمش شايف فيها اي منطق. وشايف بعدين صارت انه الخطوط السود اللي كانت موجوده من قبل تحولت كلياتها لزرقاء مشان انه يكتسبوا هذا الشيء، يعني صارت شغله عباره عن سيل اكثر اللي هي بيع. يعني هسه انا احسها مش حتى النظام، وحاسس انه في شيء غلط فيها في الموضوع. هذول سركه، يعني سركه واضحه، وبضر المواطن ازود ما بفيده. يعني اذا صاحب محل بيكون عنده صفه باب المحل لازم يدفع عليها، وبالرغم انك بتدفع برضه بخلفوك. يعني امبارح انا شفت واحد دافع مخربط في العداد القدام عن اللي وراه، دفعوا المخالفه مع انه اثبت لهم وراهم انه دافع وفيش احد صافف ودفعوا اياها. رسالتي شلوهن شلوهن، خربوا البلد فيهن، خربوا البلد، دمروها. يعني لا في صفه ولا في اشي. ويعني اذا بتجيك سياره نمره صفرة غريبه عن البلد بخلفوها، بيجيبوا لهم الشرطه. المفروض ان اللي بكونوا غربيه عن البلد نتهاون معهم اكثر، مش نستغلهم على اساس يسوى حركه. احنا يعني اقتصادنا مضعضع بدون هالواسطه. فاخوتنا في الداخل وفي الكوتس لما يجوا ما بيلاقوا صفه، ما بيلاقوا هيك. لنا شو رأيك في موضوع عدادات الدفع المسبق لركن المركبات؟ أول إشي أنا بحكي لكم الفكرة هاي رائعة، إنه تشوفوا رأي الناس أول إشي، وهي الموضوع منيح بس مش منيح في نفس الوقت. يعني بلا مؤاخذة بلدنا صغيرة، لازم يلاقوا حل لهاي الموضوع. بالنسبة لبلدية رام الله يعني تلاقي للمباني باركينج بتحل 50% من المشكلة، بس الناس عمالها بتدفع خاوة ببلدها. تشو يعني خاوة ببلدها؟ بتدفع كف الاحتلال علينا، والقوانين هاي اللي بيسنوها الاحتلال بأيادي فلسطينية بتنسن علينا احنا كفلسطينيين. لقمتنا مغمس بدم يا جماعة الخير، والله مغمس بدم. طب شو أبرز اعتراضاتك على هاي الخدمة؟ بتشوف في معاملة منيحة غير منيحة مش منيحة من الشباب اللي بيشتغلوا في الموضوع؟ والله هيك وهيك وهيك، في اشي منيح وفي اشي مش منيح. يعني بلا مؤاخذة لازم كل واحد بده يشتغل في هيك اشي لازم يكون في HR عندهم يختبروه. الاختبار لازم يكون حسن السلوك، حسن السلوك. كلهم يعني اغلبهم بيحكوا بألفاظ كثير سيئة، كثير كثير سيئة. وفي شوارع برضو يعني بصراحة مش لازم ان هي تنحط فيها اللي هي العدادات. يعني مثلا بتكون شوارع فرعية ما بلزم، وفي شوارع يعني هيك بيكون.
اعتراض المواطنين من عدادات الدفع المسبق للمركبات يبدو واضحا حتى أولئك الذين يؤيدون الفكرة، لكنهم في الوقت ذاته يؤكدون أن تطبيقها بحاجة إلى تطوير من أجل خدمة المواطن لا عقابه.